صغاري، أنا كيدي. كاف يا دالياء. اليوم سنذهب في رحلة، رحلة استكشافية مذهلة، صحيح؟ سنغادر الأرض إلى القمر، ولنفهم كيف نفعل ذلك، زرنا مدينة الفضاء في فرنسا. اليوم في برنامجنا تأمل النجوم وصواريخ نحو القمر ومناظر في الفضاء، وأيضاً زيارة إلى محطة الفضاء. استعدوا للإقلاع. لذا أرجو أن تكونوا جاهزين مثلي. هيا بنا. نعيش على كوكب الأرض، انظروا جيداً، أليس ضخماً؟ هذا ما نظنه نحن، لكن في الواقع كوكب الأرض مجرد نقطة صغيرة جداً 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 في نظامنا الشمسي. أوه، ها نحن. لا، انظروا، يبدو ضخماً، لكن صدقوني عندما نخرج سترون في الحقيقة أننا صغيرون للغاية. انظروا، كلنا نعيش هنا على هذه النقطة الآن في نظامنا الشمسي. ربما سمعتم عن كواكب أخرى تدور حول الشمس معنا، كالزهرة وعطارد والأرض بالطبع والمريخ، ولدينا أيضاً المشتري وزحل وأورانوس ونبتون. أوه، انظروا إلى هذا، حتى النظام الشمسي مجرد بقعة صغيرة جداً جداً في مجرتنا. صحيح، في الواقع نظامنا الشمسي جزء من مجرة. والآن بدأنا نرى مجرتنا، وقصدنا اليوم أن مجرتنا ضخمة جداً بالنسبة لنا وهائلة، أما بالنسبة إلى الكون فهي صغيرة للغاية أيضاً. مجرتنا كبيرة بالنسبة لنا، ونحن نقاط صغيرة جداً عليها، ولكن مجرتنا واحدة فقط من بين آلاف وملايين المجرات الأخرى. واو، يشعرني هذا بالدوار قليلاً، أحتاج للجلوس. إذن منذ زمن بعيد ظنت البشرية أن الأرض مسطحة، وأن الإنسان إن مشي بعيداً فسيقع في هاوية. في الواقع الأرض كروية، وكما كل الكواكب الأخرى تدور هي وقمرها، القمر يدور حول الشمس. لكن كيف عرفنا هذا؟ الجواب عن طريق مراقبة الفضاء من الأرض، ويمكن القيام بذلك بفضل المقاريب. سأريكم. أهلا بكم في المرصد الفلكي، تعالوا معي. في أماكن كهذه يمكننا أن ننظر عن قرب إلى النجوم والكواكب الموجودة في مكان ما في الكون، ولكي نراها نحتاج لاستخدام المناظير كهذه. الآن بفضلها يمكن أن ننظر إلى السماء قبل أن نذهب إلى السماء. لكن مهلاً، كيف سنصعد؟ نحتاج صاروخاً. 9 8. انتظروا، نداء رحلتي، سأتأخر. 6 5 4 3 2 1 0. إذن
فلقد قمنا باختراع الصواريخ فسمحت بوصول البشر إلى الفضاء والأقمار الصناعية. ولكن ما الأقمار الصناعية؟ إنها آلات كبيرة تشبه هذا، وهذه الآلات تدور حول الأرض وتزودنا بالاتصالات الهاتفية وأيضاً بصور عن كوكبنا وبالعديد من الأمور الأخرى التي تجعل الحياة على الأرض أسهل. ولإيصالها إلى الفضاء تحتاج إلى محركات قوية وكبيرة. أظن أنني أرى إحداها. في بداية الستينات دخلت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي سباق الفضاء. أرادت كل دولة أن تكون أول من ترسل إنساناً إلى الفضاء وثم إلى القمر. لكن هل تعلم أن البشر لم يكونوا أول من ذهب إلى الفضاء؟ بل كانت كلبة تدعى لايكا أرسلها الروس، وقرد شمبانزي يدعى أينوس أرسله الأمريكيين. وبعد أن أدركوا إمكانية إرسال صاروخ حول الأرض، جاء دور انطلاق البشر إلى الفضاء، وكانت الولايات المتحدة من فازت بسباق الفضاء في 20 يوليو عام 69. كان أول رجل تطأ قدمه القمر نيل أرمسترونغ. إليكم الوحدة القمرية النسر. في وحدة كهذه هبط الأمريكيون نيل أرمسترونغ وباز ألدرين ومايكل كولينز على سطح القمر عام 69، وهي المرة الأولى في تاريخنا التي تطأ فيها أقدام البشر سطح القمر. واو! وحين كانوا عليه جمعوا صخوراً لإعادتها إلى الوطن وتحليلها، وأيضاً ساروا خطوات على سطح القمر. ونطق نيل أرمسترونغ الذي كان أول من قال الكلمات الشهيرة التالية: إنها خطوة إنسان صغيرة وقفزة عملاقة للبشرية. وظلوا على القمر 22 ساعة. أتساءل ماذا سأقول إن ذهبت إلى القمر. ربما سأقول: واو، هذا رائع، انظروا، قفزتي عالية. بنا. وبعد مرور 50 عاماً ما زلنا نصنع أدوات تزداد تطوراً لمراقبة الكون من حولنا كالمراقيب. والآن أطلق تلسكوب هابل عام 1990، ومنذ ذلك الحين انضم إليه مرقاب يدعى مرقاب جيمس ويب، تم إطلاقه عام 2021. هذه ليست مدة بعيدة، انظروا، هذه إحدى مراياه. مرحباً. لكن ماذا يمكننا أن نرى بمساعدة المرايا؟ حسناً، لنرى ذلك. صراحة إنها ليست مريحة. هذا أفضل. من المستحيل رؤية ما هو مخفي في أبعد أقاصي الكون بالعين المجردة، ومع مرور الوقت زادت دقة آلات البشر أكثر وأكثر لاستكشاف أعمق أسرار الكون من حولنا. فبعد المقاريب على الأرض، أرسلت إلى الفضاء آلات قادرة على النظر بعيداً جداً جداً وعلى التقاط صور للمجرات المذهلة وإرسالها إلينا. يرسل لنا تلسكوب جيمس ويب الفضائي منذ عام 2022 صوراً ذات جودة رائعة، ما يجعلنا ندرك مدى صغر حجمنا في عالم لا نهائي. ألم
تكن هذه الصور مدهشة، المقاريب أفضل المصورين الموجودين، وأظن أنه لا يمكنني التقاط صورة لنجم بهاتفي العادي. أنا حزين. لكن تعلمون قبل الذهاب إلى القمر أمضى البشر وقتاً في الفضاء، بدقة أكثر في محطات فضائية. تدور تلك المحطات حول الأرض وهي عالية وأنت لا تراها. أترغبون برؤية إحداها؟ عظيم، لدي صاروخ هناك وسأذهب. لدينا هنا واحدة من أولى المحطات الفضائية. حسن، نسخة منها MIR أطلقت عام 86 من قبل الاتحاد السوفيتي، واسمه الآن روسيا، وبقيت في الفضاء حتى عام 2001، وذهب على متنها العديد من رواد الفضاء لدراسة آثار انعدام الوزن على جسم الإنسان ومراقبة كوكبنا من الفضاء الخارجي. حسن، المحطة الفضائية كمنزل متنقل، منزل متنقل في الفضاء، وفيها غرف لأجل، تعلمون، لتناول الطعام، النوم، أو للقيام بالتجارب. وبالطبع هناك حمامات، وهي ليست سهلة الاستخدام بسبب أنكم تطوفون في الأرجاء. أو وكانت هناك دراجة أيضا، دراجة تطوف بالمقلوب. ذلك ممتع. أو العيش في الفضاء مذهل للغاية. حسن، كان يوما طويلا، أليس كذلك؟ وهناك الكثير لنفكر فيه، ولكن قمنا بعمل جيد. هل فعلنا؟ حسن، لنعرف اختبار كيدي، فهل أنتم جاهزون؟ رائع. حسن، السؤال الأول، ما أول حيوان ذهب إلى الفضاء؟ أكان ألف فيلاً أو باء كلباً؟ بدأ الوقت. ما أول حيوان ذهب إلى الفضاء؟ انتهى الوقت. إذن لنسمع الإجابة. هذا صحيح، أول حيوان ذهب إلى الفضاء كان كلباً. تهانينا. كلب، كاف لام باء كلب. واو. الآن السؤال الثاني، هل أنتم مستعدون؟ ماذا نستخدم لمراقبة النجوم؟ نستخدم ألف ما يسمى بالمرقاب، أو باء نظارات سباحة؟ بدأ الوقت. ماذا نستخدم لمراقبة النجوم؟ أوب، انتهى الوقت. إذن لنسمع الإجابة. هذا صحيح، نستخدم المرقاب لمراقبة النجوم. تهانينا، أحسنتم. مرقاب، ميم راء قاف ثم ألف ثم أخيرا حرف الباء، مرقاب. حسن، والآن آخر السؤال، هل أنتم جاهزون؟ على سطح ماذا سار البشر؟ هل كان ألف الشمس أو باء القمر؟ بدأ الوقت. على سطح ماذا سار البشر؟ انتهى الوقت. إذن لنسمع الإجابة. هذا صحيح، سار البشر على سطح القمر. القمر، قاف ميم ثم راء. لقد أحسنتم صنعاً، ثلاث إجابات صحيحة بنسبة 100%. أنتم مذهلون جداً. والآن ماذا؟ أظن حان وقت الرقصة. Ready, set, grow. Ready, set, now.
أن تكونوا قد استمتعتم. تابعونا، فثمة مغامرات أخرى بانتظارنا. أراكم حينها. وي! هذا أنا كيدي. كاف يا داليا. واليوم أنا في مدينة الفضاء في فرنسا، وسنذهب إلى مكان بعيد جدا 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 جدا. واليوم سنأخذكم في رحلة إلى أبعد الأماكن في نظامنا الشمسي، وسنرى المشروع القائم على القمر، وأيضاً المركبات التي على المريخ. سنذهب يوماً ما إلى هناك، ولكن قبلها سنذهب إلى ISS، إنها محطة الفضاء الدولية. انظروا! وانتظروا! علي ملء صاروخي بالوقود. سأعود. أوه، قبعتي. على بعد 400 كيلومتر فوق كوكب الأرض. وي! اسمعوا، نحن في ISS أو محطة الفضاء الدولية. يوجد لديها رواد فضاء يقومون بأبحاث حول انعدام الجاذبية على جسم الإنسان، ومن هنا الإطلالة رائعة على كوكب الأرض، ويمكنكم رؤية ذوبان الجليد وتأثير التلوث على كوكب الأرض. ولأنه مثلنا تماماً يمكن أن يمرض، وبأيدينا جعله يتحسن. هل ترغبون برؤية الكوكب من ISS؟ ثقوا بي، إنه مدهش. عام 1998 تم بناء ISS. ISS هو اختصار لمحطة الفضاء الدولية. وزنها 420 طناً، مدعمة بألواح شمسية. تتحرك المحطة بسرعة 27,070 كيلومتراً في الساعة. تدور حول الأرض 16 مرة باليوم. واو! وطولها 110 أمتار، وعرضها 74 متراً، وارتفاعها 30 متراً. إنها بحجم ملعب كرة قدم. واو! ويعيش فيها 10 رواد فضاء، وبقي بعضهم لأكثر من عام لتحضير مهمات فضائية مأهولة في المستقبل، أو حتى لاستعمار كوكب آخر كالمريخ. ويعمل رواد الفضاء ذوي الجنسيات المختلفة مع بعضهم داخل المحطة، حيث إن الهدف هو تعزيز المعرفة لكوكب الأرض، وليس فقط لدولة معينة. يعمل المهندسون منذ سنوات على تطوير تقنيات لإقامة قواعد على المريخ، ولكن
لماذا نسمي المريخ بالكوكب الأحمر؟ حسن، ذلك بسبب وجود الكثير من الصخور المملوءة بالحديد على سطحه، ويصبح الحديد صدئاً مع الوقت مثل دراجة تترك تحت المطر لمدة طويلة، ولون الصدأ أحمر، ما يمنح التربة والجو هناك هذا اللون. يجب معرفة أن المريخ بعيد عنا، يبعد أكثر من 225 مليون كيلومتر. إن أردتم الذهاب، إذن فلتستعدوا، فمن السيء الوصول إلى المريخ، ثم تذكروا فرشاة أسنانكم. لذا لدينا خطط لإنشاء قواعد على القمر ولإعداد أنفسنا. القمر يبعد 3 أيام فقط، وهنا في مدينة الفضاء في هذا المكان سنريكم كيف تبدو هذه القواعد. تعالوا معي. نحن في مركبة ستقلع، وهذا يعني أننا سنرسو على القمر. هذا مذهل! واو! إذن قبل 50 عاماً لم يكن بإمكان البشر البقاء لمدة طويلة على سطح القمر. لذا تعلمون، نحن بحاجة إلى بناء قاعدة قمرية للبقاء وتوفير الضروريات والخبرة الضرورية للذهاب إلى الكون واستكشاف الكواكب الأخرى، وقد يكون هذا شكلها. أليس هذا ممتعاً؟ واو! رائع! ستبنى هذه المعسكرات باستخدام مركبات قمرية التي ستساعدنا في إجراء بعض الأبحاث والبناء. انظروا، قد تبدو هكذا. ومن يدري، ربما تكونون أحد المحظوظين الذين سيصلون إلى القمر ويقومون ببناء مجتمع جديد. أليس مثيراً؟ واو! حسن، هذه الصخرة أتت من القمر، أحضرت من هناك خلال مهمة أبولو 15 في عام 71، والاستيطان على القمر مجرد خطوة أولى في رحلتنا إلى المريخ. ولتحضير وصول البشر إلى المريخ، تم إرسال العديد من المسابر لجمع البيانات العلمية. أطلقت عبر صواريخ عبر نظامنا الشمسي لتصل إلى المريخ الكوكب الأحمر. ومن هذه المسابر المركبة الأمريكية كيريوسيتي عام 2012، ومسبار المثابرة وآلية الإبداع المسيرة في عام 2020. ويجب أن تكون المسابر متينة، ليس لتحمل الرحلة فقط، بل للهبوط على المريخ. لديهم عمل كثير ما إن يصلوا. طبيعة الغلاف الجوي والعواصف ودرجة الحرارة وطبيعة التربة ووجود أو عدم وجود الماء على سطح المريخ هي بيانات لا يمكن جمعها إلا عبر المركبات التي تسمى بالمسابر. سأريكم كيف تعمل. والآن نحن في مكان مميز. هذا استنساخ لحفرة مريخية فعلاً. إنها تبدو بالضبط كحفرة قد ترى على سطحه. والآن المريخ عبارة عن صحراء صخرية كبيرة، أعني أنه جاف، رملي، وفارغ كثيراً 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 كثيراً، ولا يوجد غطاء نباتي ولا حيوانات ولا شكل حياة. بصراحة لا يبدو الأمر جذاباً، بالعكس يبدو مرعباً ومخيفاً. هذا
هذه مركبة المثابرة، هي خامس مركبة تهبط على المريخ. وصلت في 18 من فبراير عام 2021، مركبة أمريكية وزنها حوالي طن واحد، وهي ذات دفع سداسي. ومع ذلك أبطأ من مركبة زورونغ، هي تتحرك بسرعة متر واحد في الدقيقة، هذا يعني 60 متراً في الساعة. كم هي بطيئة، أريد إحراجها، ولكن متر واحد في الدقيقة، لقد فعلتها في ثانية. اسمعوا، متوسط درجة الحرارة على المريخ 63 درجة تحت الصفر، لذا فهي 10 درجات تحت الصفر نهاراً و90 تحت الصفر ليلاً. وتتحدثون عن البرد، لذا مثلنا تماماً يجب أن تدفأ المركبة قبل فعل أي شيء، ويمكننا التحكم بها من كوكب الأرض. ومع ذلك يستغرق الوصول إلى المعلومات ما بين 25 دقيقة، هذا بطيء حقاً. مرحباً. إنها تقوم بالإحماء، تتمدد مثلنا. مهمتها هي تصوير البيئة ب 21 آلة تصوير، وتحليل الصخور والبحث عن آثار محتملة للحياة كالميكروبات المريخية، وإعداد عينات للعودة إلى الأرض. بالطبع إنها مزودة بجهاز ليزر لتحليل الصخور، إنها قوية جداً وتخترق الصخور، شاهدوا عمل الليزر. إذن كيف يمكننا إجراء تحليل صخور بالليزر؟ لحسن حظي عندي صديق يمكنه المساعدة. مرحباً سيان. مرحباً كيدي، كيف حالك؟ أنا جيد، وأنت؟ أنا بخير. رائع، كما ترون لديه بالون والليزر، سيوجه الليزر إلى البالون ونرى ما سيحدث. لدي نظارات حماية لعيني من أشعة الليزر. هوب. كان هذا مذهلاً. هذا الليزر صغير الحجم، ليزر المثابرة أقوى بعشرة ملايين مرة من هذا الليزر. وإن عد تحليل صخرة ما أمراً مهماً، فحينها ستأخذ الذراع الآلية عينة منه. لحسن الحظ تم تجهيز مركبة المثابرة بشكل جيد بفضل ذراعها المفصلية وأدواتها العديدة. ممتاز، مرحباً. هذا ما تجمعه مركبة المثابرة لإجراء التحليل وتتركهم تحت الأرض على المريخ لاستعادتهم عام 2030. رائع، هل أرى؟ أجل بالطبع، يبدو كسيف صغير. وكمركبة المثابرة أنزلت على سطح المريخ مركبة أخرى اسمها الإبداع، أول مركبة مخصصة للفضاء، وها هي هنا. مرحباً، دوري. حسن يا أصدقائي الصغار، حان وقت اختبار كيدي، لنرى الآن ماذا تتذكرون. دعونا نكتشف. السؤال الأول، ماذا تكون ISS؟ هل هي ألف محطة وقود، أو باء محطة فضاء؟ بدأ الوقت. ماذا تكون ISS؟ انتهى الوقت، إذن لنسمع الإجابة. هذا صحيح، ISS هي محطة فضاء. فضاء، فاء ضاد ألف ثم همزة، محطة ميم ثم حاء ثم طاء ثم تاء مربوطة. تهانينا، لكننا لم ننتهي، فثمة سؤال آخر. هل أنتم جاهزون؟ رائع. الآن، ماذا يدعى كوكب المريخ؟ هل ألف الكوكب المنقط باللون الوردي، أو باء الكوكب الأحمر؟ بدأ الوقت.
ماذا؟ يدعى كوكب المريخ. لا أعلم، لا أدري، انتهى الوقت لنسمع الإجابة. ليس لدي إجابة، لربما أنتم لديكم. ما الإجابة؟ صحيح، يدعى المريخ بالكوكب الأحمر. الكوكب الأحمر. أحمر. ألف حاء ميم راء كوكب. كاف واو كاف، ثم حرف الباء. مرحى، هل أنتم جاهزون للسؤال الأخير؟ أخبروني، ماذا نستخدم لنذهب إلى الفضاء؟ أنستخدم ألف صاروخاً أو باء نستخدم منطاداً؟ بدأ الوقت. السؤال هو، ماذا نستخدم للذهاب إلى الفضاء؟ انتهى الوقت الآن لنسمع الإجابة. هذا صحيح، نستخدم الصاروخ للذهاب إلى الفضاء. تهانينا، صاروخ. صاد ألف راء واو ثم خاء. أحسنتم، كل إجاباتكم صحيحة في اختبار كيدي. هل تعرفون ما معنى هذا؟ وقت رقصة كيدي، هيا بنا.